جاهز يا ولدي؟ يلا جاهزة يا حاجة. أحلى صباح ومساء على حبايب قلب مادنز ومتابعيه الغاليين، ورجعت لكم النهاردة بفيديو جديد من فيديوهات الهاردوير على قناة مادنز. لا بقول لك إيه، ما تعرفنيش. لا وربنا ما أصحابه. والحلقة دي هنتكلم فيها مع واحدة من أقوى الشركات حاليا في السوق المصري، واللي ناس كتيرة جدا بتحبها وبتفضلها عن شركات أخرى. معايا ومعاكم النهاردة شركة أوكسفا بالجهاز الجديد الخاص بها، وهو الإكسلام برو 2. خلينا نروح نعمل له أنبوكسنج، نشوف محتويات العلبة ونتفرج على الجهاز ونشوف منيوهاته ونرجع ندردش عليه مع بعض. يلا بينا. يلا بين إيدينا علبة الأوكسفا الإكسلام برو 2، خلونا نفتحها ونشوف إيه محتوياتها. بس ناخد لفة مع علبتها. زي ما أنت شايف كده كلمة أوكسفا المشهورة، وعندك هنا اللون بتاعك اللي جوه اللي احنا شايفينه الكربون فايبر، وعندنا هنا اكستريم فليفر توب فيل، طبعا ده الكارتج الجديد بتاعهم التوب فيل، وهنا اكسلام برو 2. على جنب العلبة هتلاقي المميزات بتاعتها اللي جاية بيها، اللي هي الشاشة 0.56 الكالر سكرين، وعندك بطارية 1300 ملي امبير، وعندك الاكسلام سيريز بتاعت الكارتج ان هي كلها بتشتغل على كارتج واحد وفيها لينير. الناحية التانية لوجو أوكسفا والكيو آر بتاع أوكسفا، وهنا بيقول لك سكان تو ديسكفر أوكسفا. ظهر العلبة بعض المواصفات الخاصة بالإكسلام برو 2 واللي موجود جوه العلبة اللي احنا هنشوف، وعندك هنا السكراتش كود بتاعك عشان تتأكد ان البرودكت بتاعك اوثنتيك مش كلون، وهنا السيريال نمبر بتاعك واللون برضو موجود بلاك كاربون. تعالوا بقى نفتح هذه التحفة الفنية من شركة أوكسفا، ولأول مرة ما بيبقاش عندنا يوزر مانيوال، لأن اليوزر مانيوال بتاعها هو اللي موجود قدامك هنا. اليوزر مانيوال بتاعها بمنتهى البساطة ازاي تقدر تستخدمها، ان 1 كليك بتعمل ايه و 2 كليكس و 3 و 4 5 هنشوف ده دلوقتي مع بعض. بعد ما بتشيل دي هتلاقي عندك البوكس بتاعك والجهاز، خلونا نشوف البوكس بيجي فيه ايه. اول حاجة موجودة في العلبة الكارترج التاني اللي بيجي معاها، واللي المقاومة بتاعته 0.8، وهي جاي معاها الكارترج 0.6 راكب عليها، وطبعا ده الكارترج الجديد اللي هو التوب فيل. وحاليا كل الكارترج بتاعت اوكسفا بقى بينزل عليها كيو ار كده وسكان عشان تتأكد ان هو كارترج اوثنتيك مش كلون. تاني حاجة موجودة في العلبة وهو اللينيارد الخاصة بشركة اوكسفا، واللي عليه شوية رسوم كده شكلها جرافيتي حلوة جدا. والكابل التايب سي بجد هاي كواليتي، بجد الخامه بتاعته نظيفه جدا باللون الاحمر وعليه البراندنج بتاع اوكسفا. كيس الرطوبه اللي محدش بيعمل بيه حاجه. اخر حاجه بقى في العلبه كلها كانت اليوزر مانيوال بتاعها، لو انت بقى عايز تخش انتو ديتيلز قوي، والاول مره هتلاقي عندك هنا المنتج مكتوب بالعربي وتفاصيله وشرحها كلها بالعربي. خلونا دلوقتي بقى نتفرج على الجهاز نفسه ونتفرج على كل حاجه فيه ونفصصه مع بعض، وخلونا نبدا تفصيصه بالكارترج. الكارترج بتاعه هو نفس الكارترج اللي احنا كلنا بقينا عارفينه، وهو الخاص بالاكسلم وعائله الاكسلم الفي 2، اللي هو بيتملي من فوق من خلال قطعه الرابر دي انك بتفتحها وتملى الكارترج بتاعك، وده بيجي بمقاومه 0.6، وزي ما شفتوا التاني بيجي بمقاومه 0.8. وادي عندك هنا المكان اللي بيكونكت فيه الكارترج والبنات بتاعته والماجنتيك اللي بتخليه يمسك بمنتهى القوه، وعندك الايزوليتر بتاعه حلو جدا فمفيش ليكويدز هتدخل جوه الجهاز. ولو دخلنا بعد كده على الجهاز هتلاقوا اول حاجه مميزه في وشك هي الشاشه بتاعته اللي تحولت من الشاشه المربعه للشاشه الدائريه، وهتلاقي تحت عندك هنا البراندنج بتاع لوجو اوكسفا. لو جينا على الجنب هتلاقي زرار الفاير اللي هو ما بقاش زرار فاير حاليا، وبقى خاص بالتقليب في المنيو زي ما هنشوف دلوقتي، وتحول الجهاز لسنسور فاير فقط. حاجة كمان في زرار الفاير مختلفة عن البرو اللي قبله، ان هنا الزرار بقى زي ما انت شايف كده فيه تشريطات، التشريطات دي بتعمل خشانة فبتخليك تقدر تتحكم في الزرار احسن ويمسك معاك احسن. تحت هنا هتلاقي علامة البراندنج بتاع اكسلام برو 2 واللي هي للأسف اللي بتتنسى. عن الناحية التانية ما فيهاش أي حاجة غير الاير فلو سيستم اللي احنا برضو عارفين مكانه وعارفين استخدامه ازاي. كل اللي اختلف فيه ان هم خلوه أتقل شوية في الحركة بتاعته ما بين فوق وتحت، وغيروا أحجام فتحات الاير فلو ما بين هنا وما بين الفيرجن اللي قبل. من تحت هتلاقي عندك التايب سي بتاعه واللي هو فاست تشارجنج، وزي ما انت شايف كده هتلاقي مكتوب عندك بطاريه 1300 ملي امبير، واللي بتتفوق على الاصدار اللي قبل ده بحوالي 30%. تعالوا دلوقتي بقى نشغل الشاشه ونشوف ازاي بنستخدم المنيوز بتاع الكار. بتشتغل برضو زي اي جهاز متعودين عليه، 5 بوسات 1 2 3 4 5 هتلاقي الجهاز اشتغل اوكسفا اكسلام برو 2 والفيرجن بتاعها، وهتلاقي الشاشه عارضه لك كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها. هتلاقي عندك البطاريه بتاعتك 60%، هتلاقي الوات اللي انت شغال عليه، هتلاقي عندك الريزيستنت بتاعك، وهتلاقي هنا عدد البفات بتاعك، وهنا هتلاقي عندك الليد انديكيتر او الار جي بي لايت.
طيب عشان تعرف تتحكم في المينيوز بتاعتها هي بتعرض لك ده بمنتهى السهولة عن طريق ان انت بتدوس دوسة طويلة على الزرار بتاع المينيو. دوسة طويلة كده هتلاقي بيقول لك اهو دوستين هتأجست الزيم بتاعها، ثلاث دوسات هتأجست الوات، خمس دوسات هتفتحها وتقفلها، سبع دوسات هتكلير الباف كاونتر بتاعها. هو ده كل استخدامات الزرار ده. يعني لو دوسنا على الزرار ده مرتين زي ما قال واحد اثنين هنخش على دي الزيم الاولى اللي بتطلع وانت بتاخد الباف بتاعتك، لو دوسنا عليها تاني دوستين هينور لك الار جي بي مش هيبقى فيه الزيم دي، لو دوسنا دوسه كمان مرتين هتلاقيه بيعمل لك الاشكال بتاعت الفاير وورك اللي انت شفتها. لو دوسنا ثلاث دوسات واحد اثنين ثلاثه هتقدر تتحكم في الوات بتاعك وتوصل بيها لحد ال 30 وات، بس عشان الكارتج اللي جوه هنا هو اخره ال 25. هتسيبها تبلينك كده لحد ما تقف، يا اما هتاخد باف اوتوماتيك هتكونفيرم القيمه اللي انت اخترتها. تمام، ندخل بعد كده على الخمس دوسات اللي هي بتقفلها وتفتحها وبعد كده السبعه. فاحنا هنكلير الباف كاونتر اللي هو هنا 287 او 278، 1 2 3 4 5 6 7 هتلاقيه عمل لك باف كلير ورجعت صفرتها لك تاني. بس كده هي دي كل حاجة خاصة بأوكسفا إكسلام برو 2، زائد طبعا ان الحجم الخارجي بتاعها بقى اخف ووزنها بقى اخف والحواف اللي هنا بقت سموذي اكتر كده وجاية برقة اكتر من الفيرجنز القديمة. تعالوا بقى نطلع نتكلم عليها كلمتين ونشوف ادائها ونجربها مع بعض. ها ايه رأيكم في اللي شفتوه في الانبوكسنج؟ بصوا انا معاكم ان التغيرات اللي حصلت في الجهاز اغلبها داخلية مش خارجية، حاجات قليلة قوي انت كيوزر هتحسها من التغيرات الخارجية، زي الشاشة الدائرية بدل ما كانت مربعة، زي الحجم نفسه وخفية الجهاز عن الاصدار اللي قبله، دي حاجات بالنسبة لك انت كيوزر هتحسها، زائد ان البطارية بقت 1300، دي برضو من الحاجات اللي انت كيوزر هتحس بيها، اما غير كده انت مش هتحس بحاجة. لكن في حاجات صدقني حصلت جوه الجهاز غيرته تماما، منها ان الشاشة بتاعته بدل ما كانت مونو دلوقتي بقت اتش دي كولر سكرين، موضوع الزرار بتاع الفاير اللي اتلغى وخلوه دلوقتي على سنسور سحب فقط، والسنسور ده بقى محمي اكتر من الاول عشان يقدر يشتغل معاك ويديك كفاءة شغل اقوى من الاول، لان ما بقاش فيه زرار فاير لو باظ سنسور السحب ده يشتغل، فبقى مهم جدا ان هم يامنوا السنسور. ومش بس كده، لا ده رفعوا لك الاداء بتاع السنسور عن الاصدار اللي قبله، فالنهارده في ناس لما كانت بتدوس زرار الفاير وتسحب بتحس ان الباور بتاع الضربه اقوى، لكن هنا مع الاكس لين برو 2 هم عدلوا الحته دي وخلوا ان الباور اللي خارج لك او الوات اللي هي بتديه لك من السحبه زيه زي الزرار بالظبط، فمش هتحس بفرق في الاستخدام. ده كده بالنسبه لكل حاجه عن الجهاز. تعالوا ناخد باف معاها. انا عارف ان انتوا كتير جدا عارفين اداء الاجهزه عامل ايه وعارفين بالذات اكس لين عامله ايه، لان الكارتج هو ما اتغيرش وما بعدناش عنه، فالاداء هيبقى قريب جدا للاكس لينات اللي فاتت، مع زي ما بقول لكم الحته الوحيده اللي هتحسوا بفرق فيها سخونه الضربه بتاعته. طبعا اداء اوكسفا يا جدعان ما يختلفش عليه اثنين، ان كان في الفليفر او ان كان في الكارتج او ان كان في الديورابيليتي بتاعه الكارتج بتاعته. طيب تعالوا بقى نتكلم على مميزاته وعيوبه، وخلونا نبدا بالمميزات. اولا حجم الجهاز بقى اصغر من الجهاز اللي قبله، فدي تعتبر ميزه. وزن الجهاز نفسه بقى اخف برضو من الاصدار اللي قبله، مع ان البطاريه هنا اكبر، فدي تعتبر ميزه. موضوع ان الشاشه بدل ما هي مونو بقت اتش دي كولر، دي برضو تعتبر ميزه، فادائها في الاضاءات العاليه هتكون واضحه في الشمس وفي الحاجات دي هتبقى شايفها بوضوح اكتر. حته السوفت وير اللي بيشرح لك نفسه من خلال الشاشه دي في منتهى الجمال، لو شرح لك الجهاز كله في اقل من 5 ثواني شابو. طبعا البطاريه اللي كبرت وبقت 1300 دي خلت الجهاز ده يبقى قوي جدا مع الكارترجات الزيرو 4، لان انا شخصيا مع الاصدار اللي قبله ما كنتش برشح الزيرو 4 لان بطاريته كانت 1000، فالجهاز ما بيكملش معاه وقت كويس، اما مع ال 1300 اعتقد ان دي هتبقى فرصه قويه جدا ان انت تقدر تستخدم الجهاز ده ريستريكتد دايركت او ار دي تي ال. مع تغير البطاريه بتاعته ان هي بقت 1300 عايز اقول لكم ان الشاشه دي بتاعته ما بتسحبش غير 5% فقط من عمر البطاريه في الشحنه الواحده، هي 5% فقط في طول استخدام البطاريه ال 1300. واخر ميزه طبعا الالوان اللي بينزل بيها، منزلين منه 8 الوان، 4 منهم جلد والجلد بتاعه اقوى وافخم من الجلد اللي كان بينزل في البرو اللي قبلها، وفي 4 الوان تانيين اللي هم الجلوي او الجلومي كولرز، ودول مدهونين وعليهم طبقه حمايه ضد البصمات، وعاجبني قوي انا حته الجلومي اللي انت ما بتلمسها كده بتحس فعلا الماتيريال عليه حاجه طبقه كده شفافه ضد التبصيم. دي كده المميزات بالنسبه لي. تعالوا بقى نشوف العيوب اللي انا مش شايف ان هي ممكن تكون عيوب الا لناس معينه، زي مثلا زرار الفاير ده بالنسبه لي ان هم لغوه، ممكن يكون عيب لبعض الناس، انا بالنسبه لي لا، بس ممكن يكون في ناس بتحب تستعمل الفاير باتن. والعيب الثاني اللي انا شايفه واللي نفسي اوكسفا بقى تبدا
تركز فيه شوية ان الجهاز تقليدي او ان هو شبه الاصدارات اللي قبل كده. احنا فعلا محتاجين ان يحصل تغير جوهري عشان الناس تبدأ تحس ان فعلا اوكسفا ابتدت تواكب اللي بيحصل حاليا مع الشركات اللي احنا شايفينها بالشاشات الكاملة على البديهات بالتاتشات بالدنيا دي كلها. فهي ده العيب الوحيد ان التغيرات خفيفة مش قوية. بس كده هي دي كل حاجة عندي حبيت اقولها لكم عن اوكسفا XML Pro 2. وبس كده اتمنى ان الجهاز يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم، ودايما خليكم فاكرين السجارة اكتنا وجي وقت صحتنا. اشوفكم على خير، سلام.